هذا الشيء مهم هم في الدنيا وهم في الآخرة، وهذا الشيء هو حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يموتن أحدكم إلا وقد أحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. كل شيء له ثمن. ما هو ثمن الجنة؟ حسن الظن بالله. أكو بعض الأفراد يحملون روحية تشاؤم، روحية يأس، الأحداث تأثر بيهم تهزهم. لا، واحد يكون حسن الظن بالله. الله تعالى في آية عجيبة يقول، راجعوا الآية في سورة فصلت: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الشيء اللي يرد الإنسان سوء ظنه بالله تعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. العجيب أن بعض العلماء وراجعوا العروة قالوا بوجوب حسن الظن بالله في كل حال، يعني واحد دائما أمل بالله يجب أن يكون كبيرا دائما، مو فقط في لحظات الاحتضار، يجب أن يكون قلبه واثقا بالله عامرا بالثقة بالله. قايلين هذا واجب من الواجبات وتركه محرم من المحرمات. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول: ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه في حالة النزع، يعني في تلك الحالة واحد لازم أمل بالله يكون قوي، الأمل برحمة الله، الأمل برضوان الله، واحد ليكون عنده يأس من رحمة الله ورضوان الله. الله تعالى عند حسن ظن عبده به، إذا أحسن الظن بالله الله يعطيه على طبق ظنه، وإذا أساء الظن بالله الله يعطيه طبق ظنه. الله كما في الروايات عند ظن العبد به، فالإنسان يجب دائما أن يكون عنده حسن ظن بالله.